أهلا وسهلا بكم من جديد، مرحبا بكم مشاهدينا في هذا الموعد الأسبوعي في لو رونديفو، لقاء خاص مع ضيف خاص. استفهامات وأسئلة عدة تطرح فيما يخص مستقبل الأوضاع الاقتصادية في بلادنا، والمشهد يشهد أكثر من سيناريو في علاقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. أي مخاطر قد يجابهها اقتصادنا؟ هل ستحل الأزمة الاقتصادية؟ هذا من جانب، لكن من جانب آخر وفي نفس الوقت تساؤلات عدة حول المشهد السياسي والوضع العام في البلاد في ظل الانقسام في المشهد بين الداعم للرئيس وللمسار وبين معارض ليه. كل هذه الأسئلة على المستويين الاقتصادي والسياسي دفعتنا إلى أن نخوض النقاش ويكون مطول نوعا ما مع ضيف من نوع خاص. هو رجل سياسة لكن أيضا رجل اقتصاد. سعيدة باستقباله الليلة في لو رونديفو فاضل عبد الكافي، رئيس حزب أفاق تونس، اللي باش يكون معه الحوار ضمن محورين أساسيين: الحياة السياسية في تونس، الرئيس في طريق إنجاز ما تبقى من مساره لكن في نفس الوقت معارضة ترفض الانخراط، والجزء الثاني اقتصادي: بحث تونس والأزمة الاقتصادية وإدارة الحوار مع صندوق النقد الدولي والحوار مع المفوضية الأوروبية بشأن الهجرة غير النظامية. كل هذه الملفات الحارقة كيف ينظر إليها ضيف الليلة فاضل عبد الكافي، رئيس حزب أفاق تونس. حوارنا اليوم في لو رونديفو باش يكون مع فاضل عبد الكافي، رئيس حزب أفاق تونس اللي ترأسه من ديسمبر 2020 وقاد فيه حملة الاستفتاء بلا. هو أيضاً اللي تولى منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد، وهو أيضاً ابن المال والأعمال، ترأس بورصة تونس ومؤسسة التونسية الأوراق المالية. لفاضل عبد الكافي رؤية اقتصادية يختلف البعض أو يتفق حول جدواها، معقوليتها أو تطبيقها، إلا أنه بالنسبة ليه ما نجموش نحكيه على استقرار وديمقراطية وهيبة دولة باقتصاد متدهور ومالية عمومية في أزمة. والسياسة بالنسبة ليه هي كيفية تحسين عيشة المواطن قبل كل شيء. مشكلة التونسي اليوم هي عيشته كل يوم، العشر دينارات اللي في مكتوبه شو تجيب له في قفته اليوم؟ العشر دينارات متاع اليوم يسويوا قداش ثلاثة أربعة خمسة سنوات التالي؟ يسويوا أقل برشا. هذه مشاكل التوانسة اليوم في التربية، كي يقعدوا 150 ألف تلميذ ما يدخلوش يقراوا، في النقل العمومي اللي شركاتنا بركت. فاضل عبد الكافي مع المحاسبة وفق احترام القانون واستقلالية القضاء ومع احترام سيادة الدولة، لكن ضد مقايضة الأمن بالحرية والحرية بالأمن. المقايضة اللي بين الحرية والأمن، اللي بمعنى الأمن راهو الأمن متاعنا ولكن الأمن الاقتصادي، نقول اللي في كلمتين المقايضة دي غالطة، واللي كان باش نمشيو فيها هذيا باش نخسروا الأمن وباش نخسروا كذلك الحريات. رؤيته للأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد من رؤية حزبه، وهي رفض كل اتفاق يضر بالمصلحة العليا لتونس ويمس من سيادتها. مثال مسألة الهجرة غير النظامية يرى حلها في مقاربة شاملة مع الاتحاد الأوروبي، لكن مقاربة تكون أسسها حفظ مصالح الطرفين والأوضاع الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية. وبالنسبة ليه فإن القرارات وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة ولا بصندوق النقد الدولي يلزم يتوفر حولها إجماع وما تمش بصيغة أحادية، وهذه الرسالة اللي حب يوصلها للسلطة ونقلها الحزب في بيان. كيفاش النجم نترجموا هالرؤى والمقترحات على أرض الواقع؟ شنو الحلول اللي راها للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية للبلاد؟ أفاق تونس، أي أفاق يحملها لتونس؟ سعيدة باستقباله الليلة في لو رونديفو فاضل عبد الكافي، رئيس حزب أفاق تونس، أهلا وسهلا بك، مساء النور. أهلا وسهلا لملاك، أهلا سي لطفي، عسلامة سي خليفة، شكرا على الاستضافة. شكرا لك على تلبية الدعوة. هي احنا فات قسمنا الحوار لمحورين أساسيين، السياسي والاقتصادي، لكن متأكدة أنه باش يتداخل لأنها حلقة مربوطة أو حلقات مربوطة ببعضها. فاضل عبد الكافي، كيف ينظر اليوم فاضل عبد الكافي رئيس حزب أفاق تونس إلى الحياة السياسية؟ فكرة أنك فاعل سياسي اليوم في هذا المشهد كيفاش قاعد تمارس فيها؟ شوف الملك، اليوم في سنة 2023 بعد ثورة صارت في تونس، مرينا ب 12 سنة
انتقال ديمقراطي اللي أسف اللي اليوم كي تكون فاعل سياسي في تونس الحقيقة ما عادش فما مقومات العمل السياسي في التنافس الشريف. علاش خاطر فاش نسمعوا اليوم؟ نسمعوا في ناس تسب في بعضها، نسمعوا في ناس تخون في بعضها، نسمعوا في ناس تقسم في تونس، واحنا في ظرف اقتصادي واجتماعي أصعب ظرف اقتصادي واجتماعي مرت به تونس منذ حقبة سي أحمد بن صالح الله يرحمه. ولهذا لازم تكون متحمس، لازم تكون مؤمن باللقاء تعمل فيه، خاطر قبلك تحكيوا على أفاق تونس اللي احنا مشينا في الاستفتاء، مشينا الاستفتاء بلا، كانت عملية صعيبة ياسر على الحزب وكانت مضايقات كبيرة. وكما كنت نسمع فيكم قبلك يعني اليوم تقريب قداش عندنا من قضية تآمر على أمن الدولة، 3 4 5 6 ناس في السجن، ناس في حالة صراح، ناس في آخر المطاف شوالي عنا يولي عنا اللي برشا ناس خايفة وبرشا ناس كرهت السياسة وركبت السردية اللي الديمقراطية في تونس ملزمش أحزاب. سمحني باش نقول لك اللي ما فماش ديمقراطية في العالم مانيش نحملوا احنا كتوانسة باش نقوموا نعرفوا وحدنا في العالم ما هي الديمقراطية. الديمقراطية هي إمكانية فض المشاكل بطريقة سلمية، ولفض بطريقة سلمية لازم أجسام وسيطة. الأجسام الوسيطة هي أحزاب سياسية، هي صحافة حرة، وهي كذلك نقابات، نقابات عمال ولا أعراف ولكن في كل الأحوال نقابات. هذا اللي يعمل اللي عبد النجم يمارس السياسة. اليوم اللي يمارس السياسة في تونس لازم يكون متحمس برشا، وأنا الحمد لله متحمس لتونس. منين جاي الحماس هذا يا قائلي؟ ثاني مرة تقول لي حماس وإيمان. طموحي باش نرى تونس خير برشا من هكا، خاطر نامن اللي تونس نجم تكون خير برشا من هكا. يعني سقف الطموح متاعي ما هوش كما كنت تحكيه قبيليكا هاي رجعت الفارينة لتونس. يعني 67 سنة بعد الاستقلال كنا نجموا نحلموا الحقيقة اللي تونس تكون خير مني. يفرحوا نفرحوا كي يرجع الفارينة وترجع السميد نفرحوا، لكن اللي سيلوتشي قبلك تحدث عليه انا مش موافق عليه برشا. ممكن تو نرجع ونحكيو فيه الاكسبليكاسيون اللي عطاها، التفسير اللي عطاها الحقيقه مش موافق عليه. ولكن فما اشياء خرق العاده تعملت في تونس. اليوم تعرفوا اللي واحد يخرج من اقصى شمال تونسي نجم يمشي لاقصى الجنوب التونسي في طريق سريع. فما مستشفيات تبنات، فما مدارس تبنات. شنو هي المشكله اليوم؟ المشكله الدوله ما تعرفش شنو هو الدور الاقتصادي لازم تلعبه، وداخلة في مجالات عدة خلات اللي المجالات الحيوية متاع الدولة اللي تهم التونسي كل يوم، اللي هي الصحة، اللي هي النقل، اللي هي التربية والتعليم، اللي هي العدالة، ما عادش عندنا أموال لها. بخلاف هذه تحكي على حالة إجماع وطني يجب أن توجد في آخر بلاغ للمكتب السياسي لحزب أفاق تونس. الإجماع الوطني هذا شنو؟ وشكون اللي موجود فيه؟ وشكون اللي ينخرط فيه؟ وباش يفضي إلى ماذا؟ فضل عبد الكافي. شوف الملك، أنا خلي نقول كلمة ممكن فما ناس ما عادش حاب تسمعها، ولكن أنا نعاود نقولها. الكلمة هي التسامح. هي اليوم في ظرف اقتصادي واجتماعي اللي عنا 25% من التوانسة تحت عتبة الفقر، وعنا 17% بطالة، وعنا حالة بيئية كارثية، من نجموش نزيد نقسموا بعضنا. ولهذا نقول الإجماع الوطني على قضايا كبار، مثلا التفاوض مع أوروبا. شنو طالبين من أوروبا؟ كيفاش قاعدين نتفاوضوا مع أوروبا؟ كيفاش احنا كمواطنين، خاطر ماناش رعاية، انسى لي انا رجل سياسة، كمواطنين انا كمواطن تونسي نحب نعرف المفاوضة مع صندوق النقد الدولي شنو النقاط نتاعها؟ علاه متعثرة منذ سنة وأربع أشهر؟ خاطر حكاو في مارس 22 باش نعملوا الاتفاق. كي تفاوضوا مع الاتحاد الأوروبي علاش احنا نعلموا من أجهزة إعلام خارجية على المفاوضات ويعطيونا رؤوس أقلام؟ يعني مش هذيك المفاوضة اللي قاعدة تصير. نجم نأكد لك اللي مش هذيك المفاوضة اللي قاعدة تصير. ولهذا اليوم العمل السياسي نتاعنا هو باش نرجعوا البوصلة للتوانسة. ما يسالش كي التوانسة كرهوا الأحزاب، ونفهموا ونجموا حتى نعتذروا ونجموا حتى نصلحوا رواحنا ونجموا نقولوا غلطنا، ولكن ماناش بتقسيم التوانسة ولا بتفرقتهم ولا بتخوين الناس ضد الناس. حتى راهو في المعارضة بين بعضنا، راهو مانيش نحكي أنا على السلطة القائمة فيرسوس المعارضة، لا حتى في المعارضة تبارك الله عليهم يعني بين بعضهم فما كلام ما لازمش يتقال متفرقة به. لو بنينا على ذلك السلطة
جوابها واضح فضل عبد الكافي في المسائل اللي كنت تحكي فيها. السيادة الوطنية خط أحمر، السلم الاجتماعية أيضا خط أحمر، وفي نفس الوقت السلطة تقول لك أنا اليوم قاعدة نصلح في تركة في خراب حطته الحكومات اللي جات قبلي والمسؤولين اللي جاوا قبلي والسياسيين اللي جاوا قبلي. دونك مش بالساهل باش نصلحوا، ما عنديش عصا سحرية اليوم. صحيح. بشوية بشوية، لكن العنوان الأكبر لهذا الكل السيادة الوطنية. شوف الملك، السيادة الوطنية التعريف متاحها بالنسبة لي ماهيش كورتيجات بعشرات السيارات، ماهيش دربوات تونس ولو نحبوا دربو تونس ديما عالي، ماهيش احتفالات. السيادة الوطنية كي ما يقعدوش 150 ألف تلميذ ما يدخلوش المدارس، السيادة الوطنية كي التلامذة ياخذوا أعدادهم، السيادة الوطنية كي واحد يمشي سبيطار يداوي خط الإسكانير يخدمه خاطر احنا خلصنا الفورنيسور نتاعنا اللي من الخارج، السياده الوطنيه كي واحد يدخل قصر عداله في قاعه تهز 50 ما يلقاش 200 واحد. السياده الوطنيه ما تقعدش القضايا مفتوحه امام القضاء لسنوات، وهذا ايش لازمها؟ باش ما نطولوهاش شويه قصير، لازمها اموال. الناس كل في تونس تحكي على الدوله الاجتماعيه، تحكي على الدوله، وانا على راسي الدوله الاجتماعيه، وانا اول من نادي للدوله الاجتماعيه، وانا عشت في الدوله الاجتماعيه، انا ابن الدوله الاجتماعيه التونسيه، خريت في مكاتب التوانسه ومشيت سبيطارات التوانسه وطلعت في الترونسبور بيبليك التونسي ولعبت كره مع الرياضه المدرسيه كي كانت منظمه وغيره وغيره وغيره. هذا ايش يخلي اليوم؟ يخلي الناس كل تحكي على موضوع وحتى حد ما قاعد يحكي على الحلول اللي هي حلول ماليه. راه توكي سيد الرئيس اليوم مثلا مشى للصباح، انا سمعتكم قبل كم مشى للصباح، بارك الله فيه، هو جهد كبير ويعطيه الصحة، هي شركة مصادرة. أولا فلسفيا شركة مصادرة مش لازم تقعد راهو عند الدولة، مش كانت هذه فلسفة المصادرة، فلسفة المصادرة وصارت في شركات أخرى صادرتها الدولة لمدة وبعد عاودت باعتها بأحسن أسعار. به كي مشى للسنيب لابريس شنو أعطينا نتائج، هي بالنتائج بالخواتم الحكاية. الصباح ولا بريس وغيره عندهم زوز مشاكل كبار، مشاكل موارد ذاتيه، شكون باش ينجم يحط راس مال جديد؟ كان الدوله باش تقول خويا نحب نخليها عندي، تو هي تحط، اما منين باش تحط؟ نسالوا سيد وزيره الماليه. وكان الدوله مش بتحط، تحط خلي تبيعها. ثاني شيء رانا ما نمشيوش بمنطق، سمعت انا ناس تتكلم، لا الصحافه لازمها تقعد ورقيه، شنو الصحافه تقعد ورقيه؟ يعني عايشين في انا عهد، في انا عصر، في انا سنه. 2023 أكبر جريدة فرنسية لو موند كي تخزروا لها تعملوا بحث تتلقاو اللي ديجيتال أكثر من الورقية، وهذا معمول به في العالم أجمع، يعني في عالم الإنترنت وفي الديجيتال مازلنا نحكيو على أحبار ورق وما نعرف شنو، والشركة هذيك ما نجمش تشري الأحبار، هي مش نجم تشري الأحبار. اللي يأسف الحكاية هذه الكل اللي السي خليفة كان يتحدث عليه ومشكور، اللي الصحافة المكتوبة راهي صحافة فيها ناس في مستوى، فيها آراء تقرأ في، يعني أنا اليوم فما جرايد ما نحبش نسميهم، أنا كل يوم لازمني نقرأ خمسة ستة جرائد تونسية، وفما أشخاص لازم نقرأ لهم خاطر هذوكم ينجموا يزيدوا يفسروا لك أشياء، ينجموا يفتحوا آفاق، ينجموا يعطيوك تفسير. هذوما الكل يا الملاك الفرق ممكن بيني وبين برشا ناس، الحلول العملية. علاش كي توفرت لك العملية. الفرصة فضل عبد الكافي، هوني نعول على رحابة صدرك. لا عندي رحابة صدر كبير، عمري ما رجعت لحد. أنا واحدة من بين الآراء كي تسمع فضل عبد الكافي يتحدث عن هذه الحلول، يقول اليوم النظام القائم أو السلطة القائمة علاش ما عملتش كذا وكذا وكذا، يقول لك أنت فضل عبد الكافي توفرت لك الفرصة فيما سبق باش تنجم تبدل من موقعك اللي أنت كنت فيه وتبدا في خطوه اولى تجاه هذه الاصلاحات التي تتحدث عنها. هتفهموا منك علاش ما عملتهاش. نجم نلوم عليك، انا نقول لك وننقدوا فضل عبد الكافي لانه ساهل انك تنقد وتقول ويلزمنا 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 نعملوا، انت توفرت لك الفرصه وما عملتش. شوف الملك، شكرا على السؤال، وما فما حتى مشكله باش تسالني اسئله من النوع هذا. اللي طرح روحه للشان العام لازم ينطق، لازم يقبل النقد، ولازم تكون عنده ميزه اخرى الاستماع، يسمع 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 الطرف المقابل، مش هو يعني شادد هي يعني الحاجة صحيحة في يده هو، لا تسمع الطرف المقابل والبرهان بالبرهان والرقم بالرقم. صحيح أنا كنت وزير، ولكن كنت وزير 12 شهر وكنت وزير مالية 4 شهور ونصف، فك السنة هذيك أكثر عام نعتبره كان عام خارق العادة في حياتي المهنية. علاش؟ عرفت عباد ممتازين في الإدارة التونسية، فهمت أشياء، خاطر كي تكون قاعد في القطاع العام في القطاع الخاص عندك الفكره نتاع تي برا نصلحوا يا كافيخسا،
عرفتها كمنطق يا كافيخسا، كي تدخل الإدارة وتفهم اللي هي للأسف إدارة عثمانية، خاطر مال القوانين التونسية الكل أقل واحد فيهم عمره 50 سنة. هي المجلة الجزائية سي لطفي كان يتحدث عليها وكان يعني متغشش وعنده الحق يتغشش. الإجراءات الجزائية راهي مقرنة في تونس، في فرنسا ولا في بلدان متحضرة ما عادش فما راهو حاكم تحقيق قاضي تحقيق وحده يوقف الناس، يمشيوا حتى للقضاء. أنا كنت وزير، قمت بمؤتمر 2020، جبت 34,000 مليار لتونس، عملنا مجلة الاستثمار الجديدة، عدينا المخطط الخماسي، وقدمت لرئيس الحكومة اللي كنت نخدم معاه 4-5 أفكار، ما مشى في حتى فكرة. هذيك مشكلته هو، هو كان يقود السفينة. شو الأفكار مثلا؟ مجلة الصرف اللي هي متاع قرون وسطى في تونس، متاع قرون وسطى، يعني باهتين كيفاش الشباب متاعنا خارج من البلاد، خاطر كي يبدا الشاب قاري الانفورماتيك ويبيع للاجانب وناجح وحده ومن داره مع اهله وامه طيب له ويرقد في داره ويبيع باللورو، يقبض باللورو، يبدلهم كريبتو موني، يلقى روحه في الحبس. هذه القوانين التونسيه، انا حبيت نبدلها هذه القوانين. كي نجي نقول انا منظومه الدعم يا ولادي، يمشيوا ليزي، ليزي ما تعمل شيء بين زوز انتخابات، قولوا لهم يقيدوا التوانسه الكل اللي حابوا يتقيدوا. وكان انا عندي قله الادب، ممكن سامحوني في الكلمه، باش نتقيد يقيدوني يا سيدي، خاطر انا الحمد لله ما حقنيش نتقيد، وممكن برشا منا في الطاوله هذه ما لازمهمش يتقيد، حتى كان حاب نتقيد نتقيد. ايش نربحوا في العمليه هذه؟ نربحوا السياح اللي تحكي عليهم، نربحوا الناس الاجانب اللي عايشين في تونس، نربحوا الناس اللي ممشوش يتقدموا ويقيدوا. عملت الحساب في وزاره الماليه، تقريبا نقسموا باثنين الفاتوره ويمشي الاموال للناس اللي حاشتها بهم. سي حسن الزرقوني قالك باش عائله تعيش بطريقه كريمه في تونس، اليوم لازم 2700 دينار في الشهر، وقت السميك ب 400 دينار. هاو مشاكل تونس. يقول لك 12% فقط من الدعم ماشي لمستحقيه، للطبقه اللي لازمها تمشي لها، يعني الباقي الكل ماشي لغير مستحقيه. هذوما الكل ملاك، كان انت ترى لي وزير، لاني كنت رئيس حكومه ولاني رئيس جمهوريه، وزير يجري ويركض من الصباح لليل يخدم مع جماعته مع زوز وزارات، خاطر هي راهو كي خديت زوز وزارات سهلت الحكايه. خاطر نذكر اللي سي منصور معلا كان وزير التخطيط والماليه. شو معناه وزير التخطيط والماليه؟ الوزارات اليوم اللي هي التعاون الدولي، املاك الدوله، الماليه، الاقتصاد، التخطيط، كانوا في وزاره واحده. وقدامه سي عبد العزيز الاسرم وزير الاقتصاد الوطني اللي هو وزير السياحه والتجاره والصناعه. علاه نقول في الكلام هذا؟ تحب تسير تونس اليوم ما عادش تسيرها بحكومه ب 40 و50 و60 وزير، ماذا بيك تسيرها ب 15 وزير. مواصلين معك فاضل عبد الكافي رئيس حزب افاق تونس، فاصل ثم نعود. مرحبا بكم من جديد، حوارنا مازال متواصل في لوغونديفو الليله مع فاضل عبد الكافي رئيس حزب افاق تونس، واترك المجال امام اسئلتكم. تفضل خليفه بن سالم. وطبعا سيد فاضل، احنا ناقشوا فكره، ما عمرنا ما ناقشوا، انا في قناعتي شخص، خاطر النقاش ماهوش محاكمه لشخص ولقدراته او لكفاءاته والتصورات، هذيك مساله اخرى، ولكن فكره. والفكره هذه اللي قدمتها قبيله، ثم موضوع ديما يتكرر على لسانكم وعلى لسان كثير من السياسيين، هي مسألة تفرقة التونسيين والتسامح بين التونسيين، وإحنا اليوم مفرقين ومقسومين و و و وأعتقد هذا بدعة، بأنه إحنا ديما مفرقين وديما مقسومين، ومش نقعدوا ديما مقسومين، لأنه أي مجتمع فيه قسمة، سواء كانت قسمة سياسية، سواء كانت قسمة طبقية، سواء كانت قسمة ثقافية، موجودة هذه القسمة، وخاصة على الجانب الطبقي. هذا صراع تقريب تعرفه الإنسانية من هي، علاش موجودة أحزاب في نهاية الأمر؟ ما أحزاب تعبر على اليمين، وأحزاب تعبر على اليسار، وأحزاب تعبر على الوسط. أنا نعتقد نوع من الشعبوية الجديدة في مواجهة خطاب الرسمي للدولة. كان الدولة هي تتبنى فكرة التقسيم، ولكن التقسيم موجود في أرض الواقع حتى على مستوى الفكرة. هناك قسمة بيني وبينك في مستوى الأفكار قد تجوز إذا كان كنا في أحزاب سياسية، هذا من الواقع. النقطة الثانية، معناها وأنت رجل مختص في هذا، يعني كونتابلومون
الفترة اللي نعيشوا فيها الآن، لأنك أنت الآن معارض الآن منذ 25 جويلية، هناك معارضة جديدة مختلفة عما كانت عليه ما قبل 25 جويلية بمنطق الحسابات. أين قصرت الدولة في مصاريف الدولة؟ يعني هل هناك وزراء سرقوا؟ هل هناك مال عام قاعد يهدر في غير طريقه؟ عدا فكرة المفاوضات الخارجية، لأنه يبدو هناك صعوبات في جلب الأموال الخارجية، لكن احنا الآن ما عدناش على المستوى المحاسباتي على ما يبدو بالنسبة لي أنا. ما إذا كان ثم عكس هذا تفضل قدمنا سي فاضل، أنه ما ثماش خلل وإخلال عكس ما مرت به البلاد من 2011 إلى غاية تلك المرحلة. هناك الكثيرين اللي تكلموا على إخلالات في التصرف في المالية العمومية، إخلالات في التصرف ربما في قروض، في توجهات الكبرى للدولة، ما ثم مشكل في هذا الجانب. المشكلة الأخرى السياسة والأحزاب. صحيح المنطق اللي يحكمه رئيس الجمهورية ويتكلم عنه ضد الأحزاب هو واضح، معناها ما يتبناش هذه الفكرة، ولكن الواقع أنا نقول ثم حالة نفور شعبي من الأحزاب، هذا يلزم تتحمل فيه الأحزاب المسؤولية. شوفش قوانين تمنع الأحزاب لحد الآن، ثماش قانون يمنع الأحزاب بدليل في الانتخابات أو في الدستور أنتم شاركتوا، وجهة نظركم كانت مثلا تشاركوا بلا في الدستور كحزب، هناك أحزاب شاركت كما حركة الشعب وما نعرفش من الأحزاب الغيرها في الانتخابات التشريعية. المشكل الآن في علاقة الأحزاب بالشعب، لماذا لم تحسن استغلال 10 سنوات من الحالة اللي كانت تقريبا مفتوحة على كل الاحتمالات في الحياة السياسية والحزبية، خرجنا بها لو كانت تقوم بصبر آراء، ودائرة هذا موجود في صبر الآراء، هناك عزوف سياسي مواطني للأحزاب السياسية. يلا زوز نقاط، تفضل فضل عبد الكافي. والله أنا حسبت أكثر من زوز نقاط لما لك يلا ما نقول لنا سؤال ولا أطروحة فلسفية. لا لا أسئلة، لا أسئلة سي فضل. شوف يعطيك الصحة، باش نبدأ. نبدا منذ 2011 شنو عشنا سي خليفه وانت تعرف الكلام هذا، عشنا ازلام ضد ثورجين، وبعد عشنا فتره اسلاميين ضد حدثيين، وبعد عشنا فكره العبد الفاسد والعبد الامين، وبعد العبد الوطني والعبد الخائن. يعني هذا التقسيم كي يجي بين الاحزاب السياسيه ولا الاطياف الشعبيه ولا لغيره كلامك معقول موجود في العالم اجمع. انا مش نحكي على هذا، أنا نحكي كي واحد يولي في مستوى تسيير دولة وفي أي منصب من اللي هو فيه يجمع توانسة، وصارت هذه في هي صارت من وقت الرسول عليه السلام، يعني مش جديدة علينا، وصارت زيادة في بلدان يعني قدامنا في أفريقيا كما رواندا، صارت في ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، صارت في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. يعني الشعوب عمرها شعوب ما هي باش تقدم كان المنطق والخطاب السياسي هو خطاب تخوين وتقسيم، وكانك مكش معايا تولي ضدي. خاطر انا نامن قول مثالش، انا ممكن نايف ولكن مش بونس با لي نايف، انا نامن اللي جمعنا اكثر برشا من اللي فرقنا. تاخذ بلاد كيما لبنان، القائل يقول لبنان عندهم يعني ظروف دينيه خلات اللي ممكن يصير اللي صار للاسف، دروز ومسلمين شيعة وسنة وأقباط وأرمن ومسيحيين مقسومين ممكن وش صار في آخر اليوم الدولة اللبنانية انهارت. اليوم فما دويلات، يعني دويلات في الدولة اللبنانية. أنا إيش قاعد نقول كي تقول لي أنت شو معناها منطق التسامح؟ التسامح ما يعنيش يعني حد ما يتحاسبش. وقضية هذه من 2011 ل 2022 صار خور في الماليه العموميه والناس تسرق، و 2022 واحنا راجعين الحمد لله يعني كل شيء يتصلح. نجم نقول لك سي الفاضل في تقريبا هذاك ايش قلت سي خليفه. شوف سي خليفه، نجم نقول لك انا اللي سيد رئيس الجمهوريه طلب من سيده رئيس الحكومه وسيده وزيره الماليه تدقيق في الديون والهبات اللي تحصلت عليها تونس، التقرير خرج وما ريناهش، وهذه مره اخرى ظاهره جديده في تونس. خاطر ما ينساش يقولون، انا ناكد لك كنت اربع شهور ونصف وزير الماليه، ما فماش امكانيه يعني، وحتى صديقنا التونسي اللي يخدم في البنك العالمي قالها للسيد الرئيس يا انتخسابيليتي، يعني سي فريد بالحاج، سي فريد بالحاج ما قالها للسيد الرئيس يا انتخسابيليتي، يعني الاموال كي تدخل على البنك المركزي والبنك، يعني هذه قضيه اللي تو باش نبيعوا سرديه. خلينا نكمل لك بربي ما تقص عليا، شوف ما قصيتش عليك يا سي خليفه تفضل يعيشك تفضل.
يعني السردية متاع الفلوس قاعدة تتهز وفما وزراء يحطوا فيهم في مكاتبهم وخارجين ومئات المليارات. الآن تقول لي فما أموال كانت موجهة لشيء ولا موجهة لشيء آخر، هذا صحيح. تعرف عليه ولا لا؟ لأمور بسيطة. أنت تولي وزير مالية، يدخل لك رئيس ديوانك يقول لك سيد الوزير راهو عندنا فلوس، يا نخلصوا الأجور يا نعملوا ثنية. أش قولك أنت؟ جوابك شو باش يكون؟ شو باش يكون جوابك؟ تعمل ثنية؟ لا 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 سمح. لا 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 سمحني. هذا هو. لا لا سمحني. إما نبرر ما صار قبل. لا سمحني. ما لا سمح. لا لا لا. لا. عاد أنت تحكي على السلم الاجتماعي. أو زال قدام. لا لا. سيدي ماسي قال لك لا لا لا. سيدي ماسي. على الدعم وعلى البترول. سيدي ماسي. وخرج السلم وراقه ومشى روح. سيدي ماسي. ونشكروه على اللي قاله، وهذاك قامة اقتصادية في تونس وأنا نحترمه كل وكل احترام. سيدي ماسي إيش قال؟ قال اللي باش نقوله لك توا. كي أنت بلادك توصل بعد الثورة التونسية تخدم في 650 ألف موظف على 12 مليون ساكن، يعني تقريب 55 موظف بساكن، والمغرب تخلص تخدم في 585 ألف على 37 مليون مغربي، يعني 15 موظف بساكن. هذا يعني اللي صار مشكلة كبيرة في 2012 و13 و14. جاءوا حكومات لقاو الخزينة معبية بالفلوس. قد لازم نفهموا راهو كي بن علي مشى الخزينة الدولة، حساب خزينة الدولة لدى البنك المركزي فيه 5 مليار دينار. يقول لهم شنو خاصة تونس، اتصالات تونس، الفوسفات والبنك المركزي. المهم موجود الفلوس. هذوكم تصرفوا فيش؟ تصرفوا في الأجور. طلعوا من 7 مليار دينار ل 22 مليار دينار يا سي خليفة في أقل من 10 سنوات، عمرها ما صارت في حتى بلاد. اي دونك ما تقوليش الاشكال، يعني هذا ديما فرض حكايات نعاود نربط اللي كان يقول فيه قبليك سي لطفي وانا موافق معاه 1000%. كي تقولوا احتكار يفسر ما فماش فيرينا وما فماش اسميت، انا احتكار، احتكار الدوله في هذا الحال، خاطر ديوان الحبوب يجيب في الحبوب، ما فما حد اخر يجيبه. وحاجه اخرى سي لطفي، حاجه اخرى، السنه راهو 2.5 مليون قنطار باش نخرجوا من الصابه نتاعنا، هذا ممكن ما يكفيش باش نزرعوا، ولهذا باش نجيبوا 30 مليون قنطار قمح صلب وقلب قمح لين باش يتكلف مليار اورو، ماذا بيا يقولوا لك كيفاش يجيبوه؟ ماذا بيا كمواطن عادي، كمواطن عادي. وحاجه اخرى سي لطفي، الكلام اللي كنت تقول فيه قبيليك على ديوان الحبوب، مش الدولة نقصت من الدعم، الدعم مش مسجل في أرقام الدولة، مسجل عند البنك الفلاحي، وهذا زاد حاجة مخطرة ياسر وحكيت عليها برشا مرات. كي يجي البنك الفلاحي يقعد عنده مليارات من الدينارات قروض وتعثر مع ديوان الحبوب، والدولة التونسية ما تخلصش ديوان الحبوب باش ديوان الحبوب يخلص البنك القومي، شي يصير أرقام الدولة ما تظهرش فيها الدعم وما يظهرش فيها عجز الميزانية. خاطر المشكلة نتاع تونس، وزير المالية ما يسجل إلا اللي يخلصه، ما يسجل إلا اللي يخلصه. خلصتك نسجل، بنيتني أنت وتروت مليار دينار ما نخلصك فيها، ما ندخلهاش في البيجي نتاعي. هذه تسمى كونتابيليتي دو كاس. نحبش ندخل في تعقيدات نتاع كونتابلية، ولكن هذه أمور أساسية. خاطر ديما نقول تحبوا ننجحوا في البلاد لازمنا نرجعوا لبعضنا، لازمنا نفهموا اللي لمنا أكثر من اللي فرقنا، ولازمنا نقولوا الحقيقة للتوانسة اللي الحقيقة مخطرة ومخطرة برشا وماشيين لخطر أكبر من اللي قاعدين نعيشوا فيه، ولكن الأمل موجود. توا بصراحة نسمعوا فيها برشا كلمة، هذه لازمنا نقولوا الحقيقة للتوانسة. إي حتى حد ما قاعد يقول فيها سي لطفي. لا 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 سامحت، التونسي اليوم وقت يمشي يقضي ويروح للدار في القفة نتاعو عنده الحقيقة. لا هذه حقيقة الأسعار. هذيك الحقائق الأخرى تهمش المواطن التونسي العادي. يعني المواطن التونسي العادي ظل سنوات كي تحكي له على ازمه اقتصاديه في الافق يقول لك مادام في اخر شهر نمشي نهز في شهريتي، هذا كلام تاع خبراء. وقت اللي ولا يمشي وما يلقاش الخبز في الكوشه وهو عنده حق الخبز، هنا بدا يطرح في السؤال. وقت اللي بدا يمشي للفارماسي ما يلقاش الدواء، يشري الدواء وهو عنده حق الدواء، هنا بدا يطرح في السؤال. هنا بدا ربما يتذكر وقت تقول له انت راهي الدوله أصبحت عاجزة على خلاص مزوديها، مثلا مزودي الصيدلية المركزية، وهذاك علاش أنت تمشي فوقك الفلوس وما تلقاش الدواء. بدا ربما يفهم حقيقة ما يقوله هالخبراء. اللي رئيس الدولة قال معناها الجزائر عندها مليون ونص شهيد وإحنا عندنا مليون ونص خبير. واضح أن رئيس الدولة والخبراء زوز معناها خطوط متوازية لا يلتقيان. وهذا من الأسباب اللي خلانا في الوضعية هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها. لكن أنا كي نحكي على سي الفاضل عبد الكافي، جيد جدا توصيفك للحالة الاقتصادية والمالية ودقة كبيرة،
لكن حالما نمشيو للمستوى السياسي انت بيدك تولي تسقط في العموميات، حتى باش ما نقولش في الشعارات واليافطات العريضه اللي ما نختلفوش عليه. وقت اللي تقول اي احنا التوانسه مفروض نقربوا اكثر لبعضنا ونتجاوزوا خلافات، هذا كلام عام وعام جدا، بقدر ماك دقيق في تناول المسائل الاقتصاديه والماليه، بقدر كي نجو سي الفاضل عبد الكافي السياسي ما نلقاوش رؤيه سياسيه مع تونس اليوم، تونس يسيلو مانتون. بمعنى انه المشكلنا في البلاد هذه في ال 12 سنه على الاقل، استعنا احنا بخبراء كبار حتى كوزاره اللي جولدون بوي اللي جاونا من برا، لكن الامور ما تحركتش، والا جاونا سياسيين ما عندهم حتى علاقه بالاقتصاد والماليه، هم اقرب للمناضلين منهم للسياسيين. وتتذكروا العركه اللي صارت تقريبا في السنوات العشريه اللي فاتت، كانت هي العركه اللي كانت موجوده في السبعينات والثمانينات في كليه الحقوق في حجره سقراط، انتقل معناها رحاها للحكومات وحتى للسجال العام. توا ولينا نعيشوا في عركه اخرى، كانت العركه بين طلبه كليه الحقوق، توا نعيشوا في عركه بين اساتذه القانون الدستوري في كليه الحقوق. فاضل عبد الكافي، انا متاكد مثلا عندك رؤيه اقتصاديه للفوسفات، لازمه الفوسفات، لكن سياسيا لو انت اليوم في السلطه يا سيدي، كيفاش باش تتعامل مع 15,000 واحد دخل يخدم في البستنه براتيكمون ما يعني في حد شيء، حتى الزيتونه ما تزرعش، لكن ولا لك ملف اجتماع قدامك اليوم، كيفاش تعمل؟ كيفاش تعاون لي مع الملف هذايا؟ ونحكوا على ناس توا عنده 7 و8 سنين يخدم، خذا قروض، بنى دار، عارف جاب صغار، باش تقول له هذا؟ اخرج امشي اعمل حاجه اخرى، التحق بالقطاع الخاص، تو نعطيك قرض وبرا، كيفاش تعامل مثلا مع مساله كيف نحكي؟ شوف سي لطفي، تعرف الاحترام اللي نكنه ليك ومن الناس اللي نسمع كي تكلم وتحلل، ربي يفضلك، ولكن فما نوع من التجني كي تقول في ديما تعاود فيها وتقول، برشا ناس يعني بالسيف تحبوا تخليوني في جبه الاختصاصي في الاقتصاد، خاطر شوف ما فماش واحد يعطيك باتين باش تولي سياسي، واكبر سياسيين في العالم كانوا ناس يفهموا في الاقتصاد، خاطر في اخر حلقه من الحكايات اللي تحكيوا فيها من ذوما الكل، عيشه التونسي تتحسن وما تتحسنش. كي واحد ما يعرفش الارقام، ما يفهمش المفاهيم، مش مطلع على شنو قاعد يصير في العالم، ما ينجمش يسير يعني لا وزاره اولى لا دوله لا غيره. دونك هذا الموضوع يعني حجرة سقراط نتاع الكلية نتاع تونس خارقة العادة، أما ما خرجتش الحقيقة ناس اللي بدلوا تونس. تيجاني شلي وصادق بحرون وعزوز الأسرم ومنصور معلا وغيره وغيره وغيره، نسمي لك 200 واحد كيفهم، الحقيقة ما كانوش لاهين في الحكاية هذوما. الآن تقول لي أنت شنو هو اتجاهك السياسي؟ سامحني أنا قدامك معارض، رأيتي سياسية اجتماعية كسياسي، أنا اليوم قدامك معارض تونسي، معارض مدني، معارض عمري ما تعديت على خصم سياسي، خاطر ما نسميش عدو سياسي، كمعارض او كفي الحكم، خاطر حتى في المعارضه قلت لك فما برشا كلام مش باهي قاعد يتقال. مشينا في سيفتي بلا وكنا تقريبا الحزب الوحيد مع حزب عازمون. مشينا في استفتاء بلا وكانت غلطه من الاحزاب نعتبرها اليوم، وان شاء الله فاقوا على روايحهم وعرفوا اللي هي غلطه، اللي قالك لا كي تشارك تدخل في منظومه قيس سعيد. يشارك بلا، ما قلناش شارك بنعم، شارك بلا، خاطر خرج الرئيس الحالي للبرلمان التونسي سي بودربيلا واش قال؟ قال كان ان لا يتعدى غراش الغنوشي يولي رئيس دوله، اللي هو غلط، اللي هو عمره ما كانش يصير. اليوم تقول لي شنو هي الرؤيه السياسيه نتاعك؟ الرؤيه السياسيه نتاعي اللي هو احنا الحزب تقريب الوحيد اللي عارضنا الدستور، ولكن نعترفوا اللي دستور البلاد هو الدستور 2022. نعترفوا اللي احنا ما نحبوش نرجعوا قبل 25 جويليا. واش هذا سؤالي؟ لا لا خلينا نكمل لك، لا خاطر حاجه تجبد حاجه. انا حبيت رؤيه سياسي لمشكل اجتماعي اصبح امر واقع، كيفاش فاضل عبد الكافي السياسي الاقتصادي يتعامل لي اليوم مع معضله اسمها نتاع الفوسفات؟ لا لا انت واللي مشيت لاخر سؤال، لا لا سياسي لطفي، انت مشيت لي لاخر طرف من السؤال، كان تسمع خليني نفسر لك شو نحب نقول ومن بعد انت علق. كي انت اليوم تحكي على الشعب التونسي امور هذه ما تهموش، لا سامحني انا هذا دور السياسي التونسي، انا كسياسي تونسي انا مانيش في منطق نتاع علاش الشعب ما يفهمش وما نفسرلوش، لا دوري باش نفسر له، دوري باش نفسر له 14 جانفي الدوله لمت مليار دينار على 26 جمعه، وفي نهار 13 جوان لمت تقريب 160 مليون دينار
على 13 أسبوع، واحدة 26 أسبوع، واحدة 13 أسبوع، وخلصت 8%. هذا لازم الشعب التونسي ولازم المواطنين التوانسة يفهموا المالية العمومية متاعهم، مش علم يدني باش يفهم عبد قاعد يتسلف على 13 جمعة وعلى 26 جمعة. علاش؟ خاطر فما مشكلة في تمويل ميزانية الدولة. كي تجي تقول لي أنت الفوسفات، ألف مرة نعاودها، الفوسفات التونسي اليوم كي ترى المغاربة عملوا 15 مليون ترناطة، واللي فيه شيغيفيان دي فوسفات عطاه 950 مليون دولار لخزينة الدولة المغربية السنة، احنا نعملوا في 3 مليون ترناطة، وقت كنا نعملوا في 8 مليون ترناطة في 2010، وكنا نخدموهم ب 6000 عامل، ونخدموا فيهم اليوم ب 26000 عامل دون احتساب الشركات اللي تحكي عليها سياسة. ما تستقيم سي الفاضل؟ ما تستقيمش. ما تستقيمش. ولكن نحكوا على نظام مستقر في المغرب عنده قرون. لا لا. ونحكوا على بلاد تهزت وتنفض في القاعة وتخلق فيها واقع اجتماعي. انا نعطيك الواقع يا مو مهم. انت باش تشتغل على الواقع هذا. هذه جايك يا سي لطفي شبيك، اليوم عندنا وقت مازال تقريبا 20 دقيقة، عندنا وقت باش نحكيو على الفوسفات الغدو. ومن بعد ما يوفى البلاتون نزيدو نحكيو. تحب تصلح الفوسفات؟ تعيط لي أهل الذكر يا سي لطفي، ما تعيطش أنا الحكومات المتعاقبة. يعني تعرف اكثر عبد نحترمه انا في تونس من الناس اللي عملوا سي كمال جندوبي. سي كمال الجندوبي ما مشى يتفاوض في الفوسفات، ما نتصورش اختصاصه انا باش يتفاوض في الفوسفات. سي جوهر بن مبارك ربي يخفف عليه، ما هو رئيس حكومه بعثه زاد باش يتفاوض في الفوسفات، ما نتصورش اختصاصه. طيب شو الحل؟ الحلول هكا المهندسين التوانسه قاعدين في ديارهم اليوم، ما نحبش نسميهم. والحلول تمشي الليبرالي المتوحش اللي تحكيوا عليه اللي هو انا، اللي انتم غالطين فيه. أنا الحل بالنسبة لي نحل رأس المال الناس اللي تخدم في الفوسفات. إيش معنى؟ تحل رأس المال، يعني تجي الدولة تقول أنا نحب نحل في عوض نعطيه في شركة أهلية وخذ أراضي اشتراكية اللي عمرهم مش نجموا ياخذوهم راهو، ونعملوا بستنا اللي ني ليزانتيري، يولي لانتيري نتاع الدولة كيما لانتيري نتاع العامل، كيما لانتيري نتاع الفيس، كيما لانتيري نتاع المنطقة. وقتها ما عادش تدخل في المتاهات اللي كيما هذه، وصارت في العالم هذه. اما لازمها شجاعة سياسية، لازمها التمكن، لازم الناس اللي خدموا الفوسفات، مثال يسامحني باش نسميه سي دالي مثلا، سي قيس الدالي، وغيره 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 من الناس اللي تعداو من كل كبانية اللي هما فاهمين الوضع، وهو سي رضا اليوم يهزي راسه وينفض عليها. اليوم كي تقولوا انتم هكا نبدا نسمع في ناس، اي تو نرجعوا ل 10 مليون، اش ترجع ل 10 مليون؟ لازمك استثمارات كبيرة ياسر باش ترجع، خاطر الدنيا تهرست. الاستثمارات منين نجيب أموالها؟ جاوبني، أنا نجم نجيب أموال. النجم نجيب اموال، ولهذا تحكي لي فوسفات شو اللي كيفاش؟ جيب لنا الاموال. الاموال شوف كي انت بلاد ما عادش تروج لها في حتى شيء. الناس في تونس الاجانب سي خليفه نعلمك احفاد ساقيها مشيا وجيا باش يدخلوا في الفوسفات. انا ما نحبهمش يدخل في راس مال الفوسفات، ولكن فما ديون ميسره نجم تجيبها لتونس. انا بعد قعدت في ظرف 6 أشهر اللي مالك قالت لي هاك ما بدلتش تونس في عام. اي في 6 أشهر انا درت راهو 4 أو 5 مرات، منهم مرات مع الرئيس الباجي الله يرحمه، وجبنا الاموال هذيك الكل لتونس. اللي حب يفعل ومشات الاموال هذي ما تصرفتش، خاطر سامحني كي ما تتصرفش. انا نرجع مثالش انت يدور فيك. لا نحب نفهم المواطن اللي حب يفهم. للمواطن ماذا به يفهم؟ ماذا بك انا صح هيبه عام 2017 للمستشفى القيروان وما يصيرش لليوم؟ فما مشكله كبيره في تونس، فما مشكله خياليه، حاجه سرياليه قاعده تصير. شنو هي بالضبط؟ ولاية لازم تفاهم مع وزارة الصحة، لازم تتفاوض مع وزارة التجهيز، لازمها تتفاوض مع ستيك، ما فماش عبد يقرر اللي لازمه يصير. ومن بعد يجيوك سلطة يقول لك شنو نعمل مدينة استشفائية. فرحت أنا صحابي يحكيوا على المستشفى، ظهروا يحكيوا على موضوع آخر، اللي ما عنده حتى علاقة بالموضوع الأول، واللي ما عندوش تمويلات. العقل السليم يا سي خليفة. ماذا بيا نقدم شوية في النقاش. وين مشاو؟ ما مشاو حتى بلاصة هكا على الحدود واقفين، يستناو وقت الإدارة التونسية اللي هي خايفة ترقل، خاطر فوقها بيسير الفصل 96 من المجلة الجزائية. اللي مر على هذه الحكومات الكل بما فيها وقت سي الباجي اللي راح تطلع عليه وما تنحاش. هذا هو. علاش أنا تحبني اليوم نكون أنا كلامي بديته باش نقول لازم نعتذروا، لازم نقولوا كي غلطنا غلطنا. ولكن لازم نقولوا فما امل ونقولوا ها هو برنامجنا. سي لطفي يقول لي شنو هو برنامجك السياسي؟ سامحني سي لطفي، هذا هو برنامجي السياسي. لا شعارات فضفاضه، لا هو كراهيه، لا مكش معايا تولي ضدي، لا نقول لك احتقرك، لا نقول لك نكرهك، لا نقول لك انت خاين. مش هذا العمل السياسي بالنسبه لي. ماهوش هذا والبرنامج. كان تحب نهار توسع بالك معايا تو نقعد نحكي لك على اللزمات، ونحكي لك على القطاع الخاص والعام، ونحكي لك في تونس كارتاج لازم يتسكر ويمشي للنفيذه، ونحكي لك لازم يصير تي جي في بين اللاك والنفيذه، ونحكي لك
ألف حكاية ونحكي لك على 18 سبيطار اللي لازم يتعاملوا خاطر جبناهم في 2020 وما تصرفش حتى فرنك. نجم نشوفوك تحكي فيه هذا في 2024 خلال السباق الانتخابي 2024، معني به فاضل عبد الكافي؟ لكل حادث حديث، يعني هو الطموح السياسي اللي ما عندوش طموح ماهوش سياسي، يقعد داره. وبربي كلمة أخرى زادة على حكاية التركة، نهار كامل الناس تحكي على التركة، اللي ماشي التركة وخايف منها يشد داره زاد. شو ماشي التركة؟ يعني أول خطاب حكومي يقول وإحنا لقينا التركة، يلا غالب هذاك اش فهم؟ أنت ما نجيو للمفاوضات خاطر ما عادش عندي برشا وقت وما حكيناش على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على زيارة الوفد الأوروبي الأخيرة، وتوا علمنا أيضا أنه وزيري الداخلية الفرنسي والألماني باش يكونوا في تونس نهار الأحد ونهار الاثنين. تم الحديث على اتفاق مشترك بين تونس وبين الطرف الأوروبي، الضغط اللي قاعد يمارس فيه إيطاليا وعدة بلدان أوروبية على صندوق النقد الدولي، حديث على تعديل الخطة أيضا قاعد ألخص لك فيهم. كيفاش تابع في هذا كل فضل عبد الكافي؟ ثم أمل أنه اليوم كل هذه المؤشرات هل تدل على أنه اقتربنا من القسط الأول من هذا القرض المنتظر؟ نتابع في الحكاية هذوما كل كي تسمع الإذاعات الأجنبية، هذا أول جواب. للأسف للأسف الشديد ما سمعناش ناطق رسمي باسم الحكومة، ما سمعناش رئيس حكومة، ما سمعناش وزير خارجية، ما سمعناش اللي يحبوا يعطيونا ينورونا يقولوا لنا بلاغات مسترسلة. عن البلاغات المسترسلة، بلاغات عند شكون؟ هذه هي الخطة الاتصالية. لا 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 سامحني، أنا بلاغات تحكي عليها المستشار الدبلوماسي، أنا شخصيا دخل مرتين في هذا البلاتو باش فسر. لا سامحني، هو تدخل المستشار يعطي الصحة، أما مش هذه الصيغة يعني اللي تمشي بها الدول. الدول كي يصير اتفاقيات من نوع هذايا ولا تعثر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي يقولون وينهم التعثرات وعلاش شنو باش يصير. الان نمشيو بالحكايه بالحكايه. كي كنت وزير، ما انت سالتني كي كنت وزير، كان عندي اجتماع في بروكسل انا مرة مع المفوض السامي لحسن الجوار هكا يسميوه. بدا يحكي لي في حكايه نتاع اعانات نبعثوها لتونس واعانات، وقفته قلت شنو اعانات؟ على شنو تحكي؟ ديون ماهيش اعانات، ماهيش هبات، ديون ناخذوا فيها بنسب منخفضه بارك الله فيكم، اما جرد 300 و400 مليون يورو ماهمش ماهمش يعيشوا تونس باهي. ولكن احنا راه صارت حادثه بن قردان، ولازم نعلمكم اللي كان بن قردان طاحت راكم صار راه شفتوا صار فيكم من بعد، ووقف الدوله وشعبها وحرس وجيش وناس ماتت و و و و، لازم تكونوا واعين بهذا. كي هكا الديسكسيون يعني بدات، قال لي انت شنو طالب؟ قلت بكل بساطه طالب باش نكون عضو في الاتحاد الاوروبي. باهي سي لطفي اكهو ما شو معناها حسن الجوار والجوار اي يا اخي. تركيا مش طلبت لي سنوات وفهمت من بعد انها عمرها مش تدخل الاتحاد الاوروبي لامور اخرى، وقال عليها رئيس فرنسي توفى تو قالها كليرمون، مانيش باش نقولها اليوم. اليوم سقف المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي ما نعرفوش وين، كان ناويين نشليو عساسه عليهم ماناش عساسه عليهم. احنا مسؤوليتنا هي حدودنا، وفما مشكله في حدود لازم نقولوها كمواطنين وكسياسيين. حدودنا الليبيه، حدودنا الجزائريه فيها مشكله. انا عندي صديق كان في القصرين، راه الاف من الناس مؤلفه ماشيه في الشارع، ماشيه في الكياس، وماشيه في اتجاه صفاقس، خاطر صفاقس ولات عاصمه اللي يتلموا فيها اخواننا الافارقه من بعد الصحراء باش يهاجروا بها. وفما ظاهره اخرى ما نحبوش نحكيوا عليها، راه فما 18000 تونسي زاد هاجر بالطريقه هذه، ما فماش الا الافارقه. ما تشوفش اللي ثم تصريحات انت كمعارض قاعد تغض عليها في النظر؟ النقطه هذه جاوب عليها رئيس الدوله في اكثر من مناسبه، خاصه في اخر اتصال ليه مع احد المسؤولين الاوروبي. باش ايش نعملوا؟ لا مجال لان نكون حراسا هي هاني انا تو موافق رئيس الدوله أنا ولا مجال لان في النقطه هذه موافق رئيس الدوله. انا معارض عندي عقل سليم، انا موافق رئيس الدوله في النقطه هذه. حاجه اخرى باركونتر، كي رئيس الدوله يقول ما مش يصير اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومني انا عاد اكسبير على اعطينا البديل شنو باش يصير؟ حتى حد ما قال لنا شنو البديل، خاطر لازم نفهموا الاقتصاد التونسي فيه زوز اجزاء، الجزء بالدينار. الدينار تنجم بطريقه او باخرى، الدينار هذيك سياده وطنيه ولو البنك المركزي وعنده الحق يحاول كيما ينجم باش ما نوليوش نطبعوا في الدينار كيما يجي، سينون دينار تولي ما عادش عنده حتى قيمه كيما صار للعمله الفنزويليه اللي هما استعملوا راهو شركه اهليه غادي حكايه تجبد حكايه. وثاني شيء هي العمله الصعبه، العمله الصعبه اللي باش يخلصوا بها الدويات ليسونس القمح اللي تجيبوا فيه الكل تونس.
كان ما فماش اتفاق مع صندوق النقد الدولي يفسروا لي بكل بساطه منين نمشي نجيبوا العمله الصعبه. رينا اللي فما كريدي ما فماش اتفاق، قالوا الاتفاق وفق الشروط اللي نشوفوها نحن ما نشوفوهاش. يا اخي سخليفه عايش في تونس ولا وين عايش؟ اليوم مارس 2022 خرجت السلطه القائمه قالت ان شاء الله سويعات او نهارات ونوقعوا مارس 2022 نحكيو انا وياك فيها سخانه قويه. جا رئيس الجمهوريه 2023 ايش ايش قولك يصير تنسيق يعني بين الحكومه التونسيه وسيد رئيس الجمهورية؟ يعني ما نجمش تقعد الحكومة ماشية الأشهر هذه الكل في اتفاق على المبادئ هذيك وبعد نجيو آخر دقيقة نقولوا لا ما عنديش مشكلة راه ممكن الرئيس عنده الحق ورفع الدعم بالطريقة هذه أنا ضده. رفع الدعم بالطريقة اللي يحكيوا بها راه صارت مأساة في الأردن منذ عشرات السنين وصارت حتى في تونس 84 وصارت في تونس. هذا هو اي النقاش اللي حول المضامين تاع يفسروا لنا شو قال لنا يفسروا لنا شنو البديل يا خليفه يفسروا لنا شنو البديل. هو اتفاق يعني ميسر مانيش نحكم انا مانيش نعطي انا اتفاق ميسر كنا باش نرفعوا الدعم على ثلاث سنين نمشيو يعني كان باش نرفعوا الدعم على ثلاث سنين نمشيو له خمس ست سنوات اذا كان باش نراجعوا اسعار قريتوا الملف نحكي على المستوى السياسي الملف هذاك ترفض لا لا الملف الجديد انت قريته تو ما ثماش ملف جديد انا مش ما ثماش ملف جديد قلنا بزاف هي ثم مفاوضات الان سمعتك شفت وين وصلنا وين في انا حاله وصلنا لا هذاك هو عركه هي في المفاوضات فما مفاوضات ولا نقول استنكاريا اللي نعرف اللي سيد سيد وزير الخارجيه الايطالي تدخل عند صندوق النقد الدولي ما ثماش مفاوضات مباشره بين الصندوق انا انت تقول والله انا نعرف انا استغربت لانه تو كي نسمع سيد الرئيس يقول لك نرفض ان نكون حراسا ل جنوب أوروبا في نفس الوقت اليوم الأخبار من عند إيطاليا تهدينا مجموعة من الخوافر 70 ولا 80 فلوكة 82 مركبة اي شو نعملوا بهم هذول باش نحميو بهم حدودنا شوف لو كانت جات تحب تحمي لنا حدودنا مش قلت حدودنا في الجنوب احنا ما عندناش حدود مع دولة أفريقية احنا حدودنا مع الجزائر وليبيا هذا شكون تنقول سي لطفي والاخوان الافارقه منين قاعدين يجيونا يجيونا من الجزائر وجينا من ليبيا يطلعش انت مسؤول تونسي فسر لنا الحكايه هذه علاش الصمت هذايا علاقتنا ممتازه مع الجزائر نحبوها تبقى ممتازه اما في الامور هذه نحبوا نفهموا شنو نعرف نغلقوا مثلا حدودنا مع الجزائر اللي انت مربوط بربط حيوي معاها مثلا في 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 فاست في في, في, في التزود بالطاقه انت كنت تحكي تو رئيس الدوله في المكالمه الهاتفيه قال كلمه مهمه صحيح وبالنسبه لي انا كانت نجم تكون اهم بكثير قال انا ارفض التوطين تسمع فيا سي الفاضل لانه هذه اهم نقطه نحب ناخذ فيها رايك يلا وهنا نحب راي فاضل عبد الكافي رجل السياسه ارفض التوطين كلمه انتظرناها من رئيس الدوله لكن انا انتظرت ولو بصفه مؤقته ارفض التوطين ولو بصفه مؤقته لانه وقت اللي تم ايواء الفلسطينيين في مختلف المحن اللي عاشوها وعملوا لهم مخيمات في لبنان وفي في سوريا وفي غيرها كانت على اساس حل مؤقت اللي قداش يدور توا الحل عشرات السنين من 48 1948 لليوم وبالتالي راهو فهم خطر كبير اليوم اللي معناه يستدعي انه الناس كل تقف له راهو اذا باش نمشيو في مذكره فيها الحل هذايا نتاع التوطين تعرف شو يحكوا المسؤولين الاوروبيين وانت هكا تبع في الاعلام الاوروبي يحكوا على الحل نتاع لوتياريتا الدولة الثالثة شو معناها الدولة الثالثة؟ نخلق لك الدولة في وسط تونس الدولة الأمنة لا لا دولة المهاجرين في وسط تونس وباش تكون خليط مش من جنوب الصحراء من الدواعش زادة اللي موجودة غادي ومن مختلف المهاجرين اللي ضاقت بهم أوروبا وهذا الأخت يتمتع بحماية على أساس أنهم لاجئين يتمتعوا بكل حقوق الإنسان وكأنك باش تخلق دولة داخل الدولة إذا التوطين هذايا فعلى الدنيا السلام دونك يلزم خاطر المسألة ولات حكاية كيلكو جور نحكيو على نهاية الشهر هذايا يلزم الدولة التونسية تكون واضحة وصريحة وتقول أرفض التوطين ولو بصفة مؤقتة هذايا لابد من التنصيص عليه أما نرفض التوطين ومن بعد بربي باش نبعث لك 500,000 خليهم عندك تو نلقى لهم حل وغدوا ولوا كل ثلاثة سنين يهزوا منهم كعبة وفي الأثناء يكونوا دخلوا لك 1000
تنجموا تخيلوا شي نجم يصير فيها البلاد. هو عطفا على كلام لطفي للتاريخ خلينا نقولها باش كل واحد يتحمل مسؤوليته. ونختم بهذا السؤال قبل ما نمشيو لرايك فيهم، عطفا على كلام لطفي فضل عبد الكافي واحنا نحكيوا على الحدود مثلا مع الجزائر الشقيقه، اليوم هل عندنا القدره مثلا انه نغلق الحدود مع الجزائر الشقيقه على الافارقه جنوب الصحراء غير النظاميين والمخالفين للقانون فقط في زابل هذا اليوم؟ انا مانيش مختص في الامن، لازم تسال. لا انا ناخذ في رايك، ناخذ في راي عبد الفضل عبد الكافي للسياسه. انت تدافع على حدود بلادك، الناس ما تدخل من حدود الحدود الا بطريقه شرعيه، والناس تدخل بطريقه غير شرعيه ما لازمهمش يدخلوا. هذا اي دوله تحترم روحها في الدنيا تطبق هذا، يعني مش حاجه يعني كبيره ياسر، ولكن لازموا عنا الامكانيات ولا لا. الاتفاق شنو فيه بالضبط؟ خاطر راه في الاتفاق سي لطفي راه فما كلام ماهوش قاعد يتقال على الملف الطاقي. راهي جيو استراتيجيه اليوم في العالم تبدلت، وراه اوروبا ما عادش نجم تجيب الطاقه نتاعها من روسيا، وراهو قاعدين يخموا بطريقه جديه على الغاز وعلى على الطاقه الشمسيه من جنوب البحر الابيض المتوسط من الجزائر ومن تونس. يعني الملف معقد بصفه كبيره، ولكن ينورونا مش مشكله كي ينورونا، ممكن نعطيو راينا، ممكن راينا يساعد، ممكن نقولوا نقوموا نصفقوا. طيب احنا باش نعرفوا شنو باش يصير، حتى كان مش معنا من تونس باش نعرفوا من برا، خاطر غادي ما يخبيوش، اما خايف نعرفوا ابريكو. اي هذا هو. بعد ما يوحى الفاس في الراس. انا الملاك كان تسمح اليوم الوضع اللي قاعدين نعيشوا فيه، خاطر ديما نرجعوا للسياسه وللاقتصاد، راهو العمل السياسي هو عيشة التونسي كل يوم، هي الطبقه الوسطى اللي كنا احنا فخورين بها صار فيها. هما المتقاعدين نتاعنا اثر فيها، هما الشركات المتوسطه الصغيره، هاو المواضيع اللي تهم لازم سياسي تونسي، هذه مواضيع تهم سياسي تونسي. 72% من الشركات الوسطى المتوسطه والصغيره على ابواب الافلاس. يعني هذا معقول نواصلوا فيه؟ فما شركات ضخمه اجنبيه قاعده خارجه من تونس حتى حد ما لها بها. أيوة انت علاش خارجين؟ الشركات ذوكم اللي قاعدين السنوات باش نجيبوها من تونس. يلا نمشي ونختموا بمجموعه من الصور الاحداث والتواريخ في رايك فيهم. نبدأ بالصورة الأولى، صورة نواب البرلمان، شنو تقول لهم فضل عبد الكافي؟ احنا ما شاركناش في الانتخابات البرلمانية، الانتخابات البرلمانية جابت 11% هذيك تمثل 11% من التوانسة مشاو للانتخابات، هذا برلمان وظيفة وليست سلطة، وهاو الأيام القادمة تورينا اللي ما عنده حتى معنى في ديمقراطية باش تكون عندك برلمان بالطريقة هذه. الصورة الموالية، الاتحاد العام التونسي للشغل ونور الدين طبوبي الأمين العام. على نحكي على سي نور الدين ولا الاتحاد؟ عزوز ثم مبادرة زادة في الأفق. المبادرة على الاتحاد للأسف الرئيس رفضها، ما حبش يراها وما حبش يحكي فيها. كنت نتصور اللي قيمة الاتحاد بأخطائه، أنا من كنت من الناس الناقدين للاتحاد العام التونسي للشغل في سياساته العامة في اللي عمل، ولكن برشا ناس تقول الاتحاد قوي، الاتحاد قوي، ولكن أكثر من الاتحاد قوي الحكومات كانت ضعيفة أمام الاتحاد. اليوم الحقيقة كجسد وسيط كيفنا كيف الأحزاب السياسية كيما الصحفيين، يعني اليوم صار تصحير، ودور الاتحاد كنا نتصوره في ظرف كيما ذلك نكون أكثر مهم، خاطر الاتحاد تاريخه مهم في تونس. شنو يقول فاضل عبد الكافي لسمير مجنون ومن خلال منظمة الأعراف؟ نقول له سي سمير ما سمعناكمش في ظرف اقتصادي واجتماعي صعيب، والاتحاد اللي ترأسه اتحاد عريق واتحاد وطنيين منذ الاستقلال، وغريب اللي ما نسمعوا صوت الاتحاد الأعراف في ظرف اقتصادي واجتماعي كما اليوم. الصورة الرابعة لحركة النهضة. حركة النهضة دخلت في عناد ودخلت في مكابرة وأخطأت في حق التوانسة، وهاو اليوم راهو في النتائج وما سمعوش برشا ناس نصحوهم اللي مش هذه طريقة في التعامل مع دولة. الصورة اللي بعدها أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد. هذاك حقهم باش يكونوا مناصرين رئيس الجمهورية. الحقيقة فما برشا ناس يدعيوا القرب من رئيس الجمهورية، ولكن من بعد نفهموا اللي هما ما عندهم حتى قرابة مع رئيس الجمهورية.
فما مفسرين الحقيقة كيتكلموا ما نفهموهمش، خطاب الرئيس أسهل للفهم ولا ولكن كان هذا كرأيهم، وإحنا في ديمقراطية ما فما حتى إشكالا. الرباعي المتصدر لآخر سبر أراء بالنسبة للرئاسية أو نوايا التصويت للرئاسية، السيد رئيس الجمهورية عبير موسي، صافي سعيد، وفاضل عبد الكافي. عندي حتى تعليق، يعني كان نهار تصير منافسة، إن شاء الله تكون منافسة شريفة، منافسة ترفع رأي تونس. احنا كنا توانسة، الأربعة من الناس هذوكم توانسة ونتصورهم كلهم يحبوا تونس، ولكن إن شاء الله ظروف المنافسة تكون موجودة. اللي بعدها صورة للموقفين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، شنو تقول؟ نقول كما بديت من الأول، يعني هي قضية من قضايا، أنا بيدي كنت ولا أزال في قضية منهم. للأسف فما ناس مسجونين، للأسف فما مدة طويلة ياسر دامت في التحقيق، والناس هذوما ما زالوا. اليوم سمعت قبل ما دخلت على البلاتو شنو صار الأستاذة شيماء عيسى في السجن، وهذا نتأسفوا له. ما ننساوش اللي هذوما يجيوا آباء وأخوات العائلات. من إن شاء الله القضاء التونسي يكون منصف وسريع ومستقل. صندوق النقد الدولي سي ان مال نيسيسير، صندوق النقد الدولي بربي خنفهم بعضنا في تونس، خاطر برشا كلام قاعد يتقال لا يستقيم. مش هما جاونا، احنا مشينا لهم. مش هما كانوا قاعدين جاونا قال تحبوا شي فلوس، احنا مشينا لهم. انا في 2017 داخل البرلمان جاتني صحفيه قالت لي سيد الوزير توا باش تتنازلوا على صندوق النقد الدولي، احنا كدوله. قلت لها ان شاء الله مش صندوق النقد الدولي يتنازل على تونس، وهذا صار 6 سنوات من بعد. الصورة قبل الأخيرة إذا كان نجموا نشوفوها، جورجيا ميلوني إيطاليا. جورجيا ميلوني كأي، ولو ما عندي ما أفكارها السياسية ما نجمش نكون نشاطرها في أي مستوى، ولكن جورجيا ميلوني كما أي رئيس دولة أو رئيس وزراء أو مسؤول سامي في دول ديمقراطية يقوم الصباح يخمم إلا على بلاده، وما فماش صداقات بين البلدان. ميركيل اللي نشحت ألمانيا 16 سنة قالت أنا إيغو سنتريك لألمانيا، وهذيك الطريقة متاع التعامل. كان ماشي في بين الناس اللي ميلوني جاي حبا في تونس رغم غلطي، هي الدافع على المصالح المباشرة والغير مباشرة لبلادها. الصورة الأخيرة اللي نختم بها عبد المجيد تبون رئيس الجزائر. عبد المجيد تبون رئيس دولة شقيقة، هو ديما نقول على الشقيقة الجزائر هو الامتداد الاستراتيجي متاع تونس. عنا مصالح كبيرة وعنا الدم بيناتنا. ما عندي حتى تعليق على رئيس جمهورية دولة مستقلة عندها سيادة. علاقتنا نتصور اليوم متميزة مع الجزائر، وإن شاء الله تواصل بالطريقة هذه. شكرا لك فضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس، شكرا على الحضور. شكرا على وعلى تلبية الدعوة. شكرا. مرحبا بك. شكرا لطفي خليفة، ميرسي بوكو. شكرا لكم انتم على حسن المتابعة. نهاية أسبوع مريحة للجميع، احنا نتلاقاو نهار الاثنين إن شاء الله في نفس التوقيت على قناة 9. إلى اللقاء، ميرسي.